المؤسسة تعتزم بشأن القضايا المتصلة بقضايا نزع الملكية أن تقترح على الحكومة الجديدة إن شاء الله في الوقت الملائم حلا يكون مناسبا يسهل تتبعها وتسويتها في أحسن الظروف والآجال. يتضمن هذا التقرير بصفة خاصة التركيز على المعطيات ديال سنة 2015، تناولنا فيه الشكايات اللي توصلنا بها، لا من حيث النوع ديالها والمصادر ديالها والجهات المعنية بها والاختلالات الإدارية التي لاحظناها من خلالها. لاحظنا كذلك المعيقات التي تحول دون تسوية القضايا التي نسعى دائما إلى إيجاد الحلول المناسبة لها بتوافق بين المرتفقين والإدارات، سائر الإدارات كيفما كانت. إن لم نجد لها حلول توافقية فنحن نصدر بشأنها توصيات لتفعيلها بما يرضي المشتكين والمتظلمين إن كانت لهم بطبيعة الحال مطالب مشروعة.